نتيجه نتجنى التعادل بدون الفريق بين الفريقين، تعادل بدون اهداف، لان التعادل بدون اهداف حيكون هناك تمديد وقت اضافي، وبعدين ركله جزاء هي اللي ترشح رضا عطيه ومعاه العيساوي، يلعبها للعيساوي في اليمين، يعدي يعدي ثمان دقائق أن يسجل بوبكر إبراهيم، مجهود أعطى يعني بوبكر إبراهيم ثمرة لمجهود فوزي العيساوي، رغم لو فوزي العيساوي بهذا المجهود ما لقاش لاعب زي بوبكر إبراهيم واخذ المكان هذا. على أساس لبشاري يلعبها من جديد، وهدف ثاني لبشاري، يا سلام علي لبشاري، علي لبشاري يلعبها جميلة جميلة. باني معه، باني البشاري على طول، وعلي البشاري اللي جاب الهدف الجميل ويعدي، علي البشاري لاعب جيد يا علي، للمعداني مع علي يلعبها لسليمان عمر في الشمال، سليمان عمر مع علي البشاري في جنبه يلعبها في البعيدة، في البعيدة بكر إبراهيم، الهدف الثالث بكر إبراهيم، جميلة سليمان عمر للعيسى. تلتعب قدام المرمى، وهذا